بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم النهاردة عن حاجتين: الحركة، وحاجة اسمها the Higgs particle أو the Higgs boson. هتكلم بسرعة مش هنطول يعني، وهبدأ القصة من يوم النهاردة كان شكله عامل ازاي. ما كانش عندي حاجة يعني مهمة أوي النهاردة، امبارح قصدي يعني. فطبعا أنا لسه عشان جاي مصر، فعايز أفتح حساب في البنك. ما عنديش حساب في البنك، واكتشفت إن الموضوع ده بقى مهم جدا، لأن أنت كل ما تروح تدفع بحاجة بالفيزا بإيه؟ تدفع حاجة يقول لك هات هات فيزا، هات فيزا، عايزين فيزا. طيب ماشي، نجيب لكم فيزا. فالمنطقة اللي أنا ساكن فيها في حوالي بتاع 4 5 بنوك تحت مني. فكأي مصري ساذج بيروح البنك الأهلي، في البنك الأهلي، فروحت البنك الأهلي. وطبعا النهاردة يوم القبض، لقيت البنك زحمة جدا، ولقيت طابور طويل جدا طالع. يعني اصلا الطابور واقف بره البنك، يعني احنا مش واقفين جوه البنك، لا احنا بره البنك. وخدت رقم ووقفت بره البنك. ده انا حتى مش حتى واقف جوه ولا قاعد جوه مثلا في حته، لا ده انا واقف بره. بس الجو حلو وانا رايق وموريش حاجه وحاطط السماعات في وداني ومزاجي حلو يعني. فضلت واقف شوية ولقيت واحد كده أمين شرطة مهموم وبتاع، اتكلمت شوية واديته شوية نصايح كده من بتوع الفجر بتوعنا، وضحكت وهزرت معاه شوية. والطابور لسه طويل. طب أنا خلصت النصايح مع الراجل، مفيش حاجة تانية بعملها مفيدة دلوقتي. فواقف مكاني والطابور طويل، أبص في الطابور أرقام لسه بدري خالص. وفي هذه اللحظة قلت لا خلاص ما ينفعش، خلاص نشوف بنك تاني، لازم تتحرك. وبصيت على الموبايل، معانا موبايلات يعني، ومعانا GPS ومعانا حاجات، لازم تستخدم المعطيات اللي عندك. استخدمت الموبايل وطلعت ووصلت، لقيت كذا بنك جنبي. روح شفت واحد كده لقيته، لا ده عايزين 20,000 جنيه تحطهم في البنك عشان يفتح لك حساب. قلت لا انا معيش 20,000 جنيه. التاني على النت كله وانا واقف. شفت واحد تاني بنك مصر، رحت قلت اروح بنك مصر، ما كانش بعيد، 5 دقايق مشي. اتمشيت ال5 دقايق ودخلت البنك، لقيت البنك فاضي. يعني الطابور بتاع المرتبات واقف على المكنه بره، وجوه البنك البنك فاضي. انا مستغرب اشمعنى يعني بنك مصر فاضي، يعني هو بنك مصر بنك يعني عادي مش بنك خاص يعني ولا حاجه. ولقيت واحده مهندمه كده وواقفه على بره خالص، بتقول لي حضرتك في جاي ليه؟ قلت لها والله انا جاي افتح حساب. بتقول لي تفتح حساب ليه؟ قلت لها عشان اعمل الحاجات، بدفع الحاجات وكده. فقالت لي في كذا وكذا وكذا. قلت لها مش فاهم انا اللي انت بتقوليه ده. طب قالت لي طب اتفضل اقعد، وقعدتني وقعدت تشرح وتتكلم معايا بالراحه خالص وبتاع، وعملت لي الابليكيشن. وطلعت دخلت في بتاع خدمه العملاء، ادتني رقم اللي هو خدت الرقم وطلعت على طول، لقيت نفسي على طول قاعد قدام الست اللي بتعمل، برضو واحدة برضو بنت كده منتهى الأدب والذوق والاحترام، وتفضل اقعد وبتاع. وفي خلال يعني 10 دقايق كنت عملت حساب في البنك. الحركة هي سر الحياة يعني، هي الحاجة الوحيدة اللي لو توقفت توقفت الحياة. لو بصيت في الكون كده حواليك، تدبرت الفيزياء بتاعت الكون وقوانين الكون، تلاقي ان الارض بتلف حوالين الشمس، وتلاقي ان القمر بيلف حوالين الارض، وتلاقي ان الارض بتلف حوالين نفسها.
وتلاقي ان كل المجرات بتلف، وتلاقي كل الكون في حالة حركة، والزمن اللي احنا بنقعد الناس العلماء بتوع الفيزياء بيقعدوا يدرسوا الزمن، وان الزمن يعني يتأثر بالسرعة، الزمن اللي احنا عايشينه ده بيتأثر بالسرعة. فانت لو انت مشيت بسرعة الضوء، وسرعة الضوء هي حوالي 300 ألف كيلو في الثانية، 300 ألف كيلو في الثانية، دي مسافة كبيرة، يعني شعاع الضوء يقدر يلف حوالين الكرة الأرضية في حوالي 7 ثواني. يعني الشوية اللي احنا اتكلمنا فيهم دول، شعاع الضوء لف حوالين الكرة الأرضية بتاع 10 مرات. لو انت عندك قدرة خارقة وزودت سرعتك، كل ما تزيد سرعتك كل ما الزمن بيقل. ولو انت وصلت لسرعة الضوء الزمن بيتوقف. ولو انت عديت سرعة الضوء، ودي نظريات بقى يقول لك انت بترجع بالزمن لورا، تبقى بالنيجاتيف. بس انت لو فكرت شوية هتلاقي ان ان توقفت الحركة توقف الزمن. ما هو الشمس بالنسبة لنا احنا الزمن ايه؟ احنا كناس عايشين على الارض، الارض لما بتلف حوالين نفسها، وبعد كده انت الشمس بقى ليل ونهار وليل ونهار. طب لو توقفت الارض وتوقفت الدوران ده هتوقف الزمن عندك انت، بس بالنسبة للكون بره لسه الزمن شغال، لان الزمن مش بتاع، مش معتمد على الارض بره. فانت طلعت بره واقف على المريخ، بس الحركة مش مجرد على الاجسام الكبيرة، ودي مشكلة كبيرة بين علماء الفيزياء. مش يعني انا مش عايز ادخلكم فيها لان هي قصة معقدة شوية. القوانين اللي بتحكم الاجسام الكبيرة اللي هي الارض والشمس والاكوان، والقوانين اللي بتحكم البارتيكلز الصغيرة اللي هي الإلكترونات والبروتونات والذرة، يعني دي خناقة كبيرة بين علماء الفيزياء لسه ما وصلوش فيها، لأن القوانين ديت بتاعت النظرية النسبية بتاعت أينشتاين، والتانية القوانين بتاعت الكوانتم بتاعت مجموعة كبيرة من العلماء. في حاجة في وصلة كده ما بين القصة ديت مش عارفين يوصلوها يعني. بس ما علينا، مش دي قصتنا. قصتنا هنا ان الحركة لو توقفت يتوقف الزمن ويتوقف الكون كله. ولو بصيت، احنا قلنا على الاجسام الكبيرة، طب تعال فكر في الاجسام الصغيرة. انت نفسك مكون من ذرات، والذرات ديت الالكترونات بتلف حواليها وبتاع. طبعا احنا هنتكلم على موضوع الذرات والالكترونات اللي بتلف حواليها، عشان عندنا التكوين بتاع الابتدائي ده ما عادش موجود اصلا. فهتتوقف الذرات اللي بتلف وبتتحرك ديت، لو توقفت يعني الحركة، تتوقف الذرات دي وتتوقف شوف بقى جسمك، خلينا نفكر في جسمك، دمك اللي عمال طالع نازل ده هيتوقف، الدم ما يتحركش، قلبك اللي عمال ينبض يتوقف، عينيك والنظر عشان خاطر تشوف ما لازم يروح لها دم، ولازم في حاجات تتحرك كتير وعينك تتحرك وتبص هنا وتبص، هتتوقف. فأنت كلك كده هتتوقف خالص لو توقفت الحركة، جسمك هيتوقف، وأجسام الناس اللي حواليك كلها هتتوقف، والزمن يتوقف. الحركة لو حركة البارتيكلز توقفت يتوقف الزمن ويتوقف الكون وتتوقف الحياة. وعلى ذلك دي قوانين إلهية يجب أن يعني تؤمن بيها. إن توقفت الحركة توقفت الحياة. عشان كده لو أنت ماشي في طريق والطريق ده مش ماشي، متعطل، حاولت فيه ولقيت الدنيا مش ماشية، مش سالكة، حسيت إن أنت جبت آخرك، مفيش حاجة تانية تقدر تعملها، لازم تغير اللي بتعمله. شوف بنك تاني، شوف شغلانة تانية، شوف ناس تانية تتكلم معاها، شوف قصة تانية. كنت في مشوار، ومشوار يعني ما كانش فيه توفيق كده، ده بالليل يعني، بتاع البنك الصبح ده كان
اتحركت وبتاع، وبالليل امبارح رحت مشوار كده، وما ما ما كانش فيه توفيق، المشوار ما كانش فيه توفيق، بس انا مزاجي حلو برضو، ومحافظ على نفسيتي، ومحافظ على، احنا دايما كنا بنتكلم عن ازاي تحافظ على سلامتك النفسية في وسط المجتمع اللي انت عايش فيه. على فكرة الموضوع مش ملوش علاقة بمصر ولا حاجة، ولا انجلترا بتاع، في انجلترا مشاوير كتير وبتاع ما بيبقاش فيها توفيق، وبتروح كده تحس اليوم ضاع منك وما عملتش حاجة مفيدة. فوانا مروح انا دايما بحب اركب حد معايا، يعني بقف كده ايه، وطبعا عشان خاطر الناس بتقعد تلومني وتقول لي الامان ومش الامان وبتاع، فبشوف بس امناء الشرطه بيبقوا واقفين على جنب المطبات كده، بركبهم معايا يعني. عملا بقول الرسول عليه الصلاه والسلام: من كان له فضل ظهر ليعد به عن على من لا ظهر له. ده حديث صحيح. فضل ظهر يعني ايه؟ لا يعني انت ربنا انعم عليك وتفضل عليك بظهر. طبعا الظهر ده كان على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام يطلق على ظهر الماشيه، ظهر الحمار ولا ظهر البغله، انت معاك بغله ولا معاك حمار ولا معاك حصان، وما عندك حته فاضيه على ظهر الحمار، فليعد به على من لا ظهر له. لو عندك حد بقى وانت ماشي كده بحمارتك ولا بتاع، فلقيت واحد فايه تقول له تعالى معايا. فانا بعمل كده في عربيتي لما بلاقي فاضي، عربيه فاضيه، معيش حد، معيش مراتي ومعايا العيال، عشان خاطر بقى موضوع الامان اللي الناس بتخوفني منه ده، واركب حد معايا ونتسهر في الطريق. اركب حد مثلا ايه، امين شرطه ولا حد كده ايه، الاقيه كده يعني اتوسم فيه خير. فطبعا اليوم بايظ مني، فقلت طب استفيد باي حاجه، ناخد شويه حسنات يعني. فعمال ادور مش لاقي حد، الوقت كان متاخر مش لاقي حد، ولقيت واحد مجذوب من الناس اللي هي ماشي في الطريق على الطريق السريع، في حته يعني حته ما فيهاش حاجه خالص، وماشي كده ماسك عصايه وماشي. وانا طول عمري نفسي اقعد اتكلم مع حد من الطريقه دي، فقلت ما فيش بقى احلى وقت من دلوقتي، انا فاضي وموريش حاجه ومزاجي حلو، انا هقف اتكلم مع الراجل ده. وقفت وركبته وقعدت اتكلم معاه. قال لي انا ماشي، احنا كنا في الطريق حوالي ما بين يعني حوالي نص ساعة كده من اسكندرية. قال أنا جاي من اسكندرية ماشي. قال أنا بمشي من، أنا لفيت مصر كلها، ماشي من اسكندرية لأسوان وأرجع تاني، بس كان عندي شغل. قلت له عرفت منين الشغل؟ هو جاله في دماغه كده، ربنا بعت له في دماغه إن هو عنده شغل في العلمين فيروح العلمين، فبيقول لي رحت ما لقيتش الشغل، عندي شغل في أسوان فرحت ما لقيتش الشغل، عندي شغل. بس انا لاحظت حاجه مهمه جدا، هو قاعد يقول كلام كتير جدا، طبعا كلام ملخبط، بس في حته واحده قاعد يقول لي المشي، انا مركز في المشي، انا لو وقفت مش هقدر اكمل، انا لازم افضل ماشي ماشي ماشي، لازم افضل ماشي، لازم افضل اتحرك، ودي الحاجة الوحيدة اللي مخليه يكمل، اللي مخليه يكمل اللي هو بيعمله، مخليه يستحمل اللي هو بيعمله. أنا لقيته راح مطلع من جيبه شوية حصى كده، قال أنا كنت في الصاعقة ولما بعطش، الكلام ده بيعملوه في الصاعقة، يحط الحصى تحت زلطة تحت لسانه عشان إيه، عشان ما يحسش بالعطش يعني. طبعا دي بتستيميليت السلايفا يعني، فالمفروض إن هي لما تستيميليت السلايفا يعني تدي لك شويه تبل ريقك يعني، مع ان الميه حواليه والدنيا حواليه، بس هو عايش في ملكوت تاني لوحده، ده عايش في ملكوت تاني لوحده، بس اللي مخليه بيكمل حياته ان هو بيتكلم في الحركه على طول، عايز يتحرك. وما علينا يعني، ونزلت، ولكن موضوع الحركه ده دايما شاغل بالي. ولو فكرت هتلاقي ان اي حاجة ما بتتحركش بتموت. لو في شوية مية
يعني راكدين بتعفن الميه، الجيرمز بتتكاثر فيها والبكتيريا بتتكاثر فيها وريحتها بتطلع، انما الميه الساريه فيها حياه. لو في نبات بيطلع بيتحرك وده من حياته. الطائر ماشي، لو الطائر ده وقف هيهجم عليه حاجة تانية، انت هتروح ماسكه، ولقيت حمامة هتروح ماسكها دبحها، انما هي لو عمالة بتطير منك هتحافظ على حياتها. فانت لو ماشي في طريق اتحرك، اعمل حاجة تانية، ارجع لورا، اطلع لقدام، نط لفوق، يعني ما تفضلش واقف مكانك وتتخيل ان سر حياتك كلها هتبقى يا في الطريق ده يا بلاش، يا تفتح حساب في البنك الاهلي يا يبقى حياتك اتدمرت، يا تاخد التخصص ده يبقى حياتك اتدمرت، يا تشتغل الشغلانه دي يبقى حياتك اتدمرت، يا تبقى في البلد دي يبقى حياتك اتدمرت. صدقني الحياه مش بمزاجك انت. وعلى ذلك كان قرار النزول من انجلترا بالنسبه لي ما كانش صعب. مش حابب الموضوع هناك، مش حابب الحياه في انجلترا، مش حاببها، مش قصه، مش ماشيه معايا، مش متاقلم عليها. طب خلاص اتحرك ونعمل حاجه تانية، نشوف حاجه تانية، نشوف بلد تانية، نشوف تخصص تاني. بس نتوقف كده عن الكلام عن الحركه عشان نلحق نتكلم عن الهيجز بوزون والبارتيكلز، ودي قصه يعني انا مش عارف اعرف اوصلها لكم ولا لا، هحاول. ولكن اللي اقدر، اللي هدفي من اكتر من ان اوصلها لكم، ان انا اشجعك ان انت تبص فيها وتدور عليها. وزي ما قلت في قبل ما نبدا التسجيل، كنت اتمنى ان انا يبقى عندي الوقت وعندي الطاقه وعندي الفلوس ان انا اقعد كده واجيب 10 15 واحد بتوع جرافيكس وبتوع فيديوهات واديتنج وكده، واديهم فلوس واديهم مرتبات واقول لهم هاتوا لي كل الفيديوهات الانجليزيه اللي بتتكلم عن الهيجز بوزون والجادز بارتيكل ديت، ونحاول ان احنا نعمل لها مونتاج ونعمل لها برزنتيشن باللغه العربيه للناس البسيطه اللي هي تقدر ازاي تفهم الحاجات العلميه ديت. لان كان لو انت كان اينشتاين يقول لك لو ما عرفتش توصل المعلومه لطفل في ابتدائي يبقى انت مش فاهمها كويس. سنة 2012 علماء الفيزياء، اعظم علماء في الفيزياء في التاريخ اللي موجودين يعني، اللي كانوا عايشين في هذا التوقيت سنة 2012، عملوا مؤتمر واعلنوا فيه عن اكتشاف حاجة اسمها ذا هيجز بوزون. هيجز ده عالم فيزياء اسمه بيتر هيجز، وكان حاضر المؤتمر، كان لسه كان عايش. بوزون دي كلمة للجزيء، الجزيئات باللي في مخك انت فاكر منظر الذرة عبارة عن نواة في النص بتجري حواليها الكترونات، المنظر اعقد من كده بكتير جدا. الجزيئات هو اقل شيء في التكوين الكوني. فالالكترون مثلا، الذره دي مش الكترون ونيوكلس، لا ده النيوكلس ديت فيها بروتون ونيوترون، والبروتون والنيوترون تقدر تكسرهم كمان وتصل الى حاجه اسمها كوارك. فانت عندك الكترون وكوارك، وعندك فيه هو في جدول كده اسمه ذا ستاندرد تيبل اوف بارتيكلز او حاجه زي كده، هم 12 حاجه يعني. هم اكتر من المنظر بتاع الابتدائي ده، لا هو في كذا حاجات بس هم 12 حاجه اللي هي اقل شيء، اللي هو ما تقدرش تكسر اكتر من كده. بيتر هيجز ده في سنه 1900 حاجه و60 كده قعد يفكر وقال لك لا هو في بارتيكل ناقصه في التكوين الكوني. نظريات، هو كان بيتكلم على نظريات، هو لسه مش ما اكتشفهاش فعليا، وسماها ذا جاد دام بارتيكل،
بس الايه لما نشرها كده الجماعه بتوع النشر ما عجبهمش كلمه دام بارتيكل دي، فشالوا دام بارتيكل وسموها ذا جادز بارتيكل. وعلشان افهمك ايه الجادز بارتيكل وليه سميت وسموها جادز بارتيكل وادوها هذا الاسم العظيم، يعني خليني اقول لك هم اكتشفوها ازاي واعلنوا عن الاكتشاف ده في سنه 2012 في المؤتمر اللي انا بحكي لكم عنه ده. في السويد جابوا عندهم حاجة كده مفاعل أو حاجة خرافية، خلينا نبسط الموضوع، أنبوبة طويلة جدا، والأنبوبة الطويلة دي ماسورة يعني، حطوا في ناحية بروتون والناحية التانية بروتون، وخلوا البروتون ده الاتنين كل واحد فيهم يمشي بسرعة رهيبة جدا تعادل سرعة الضوء عشان يصطدموا ببعض، عشان عايزين يشوفوا يتكسروا ويعمل ديستربنس، يعمل اضطراب في المجال اللي حواليه فيبين الدنيا. يعني انت عايز زي ما تقول انت عندك بطيخة فعايز تعرف البطيخة ديت مكونة من ايه، فتقوم مكسرها فتفتح بقى فتلاقي بقى فيها بذر بتاع، وتلاقي فيها حته لحميه، وتلاقي فيها شويه ميه، وتلاقي فيها مش عارف ايه. فانت هي الحاجه موجوده، هو الفيلد المجال الكوني موجوده، هو بس احنا لسه مش فاهمينه كويس. فلما خبطوا البروتون ببعضهم فحصل ديستربنس، فبينت قطعه كده ما كانتش معروفه، واللي هي سموها الهيجز بوزون. الهيجز بوزون ديت باختصار هو جزيء الفابريك بتاع الكون ده كله مكون من الهيجز بوزون. فلو انت كل الحاجات كل الجزيئات التانية لازم تتفاعل مع الهيجز بوزون عشان تبقى موجودة، فعشان يبقى الموبايل اللي في ايدك ده موجود وانت شايفه وموجود في صورة ماس، موجود في صورة حاجة صلبة كده، هو مكون من الكترونات وبروتونات ونيوترونات وذرات. بس التكوين ده الذرات دي بتاعة الموبايل يجب ان تتفاعل مع الشبكة عشان تبقى موجودة، اسمها الهيجز بوزون. يعني لو الهيجز بوزون دي مش موجودة الموبايل ده هيتفتت، هيبقى كأنه مش موجود، هينتهي. فالهيجز بوزون ديت هو الفابريك بتاع الكون كله، عشان كده ادوها الاسم الجامد ده ذا جادز بارتيكل. وهو بيتر هيجز ده في الستينات عمل يعني كان بيتكلم في النظريه ديت، بس ما كانوش لسه شافوه، انما الجماعه بتوع في السويد بقى في 2012 ده شافوه فعلا. وانت مش هتفهم الموضوع بتعمق غير لما تفهم حاجة أو تدور على حاجة اسمها The Quantum Field Theory. دي بقى يعني أعلى ليفل في الفيزياء حاليا في الأوقات اللي احنا فيها ديت. وطبعا احنا مفيش فيديوهات بالعربي خالص بتتكلم على القصة ديت، والفيديوهات اللي بالعربي كلها يعني أكاديميا، مفيش حاجة للعامة كده، مفيش حاجة تبسطها للناس. ربنا يدينا الوقت والمجهود إن احنا نعمل كده، لأن ده بيحسسك بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرة ربنا. وأنا دايما بقول لأي حد عنده مشكلة في أي حاجة في حياته، وما قدر الله حق قدره، يعني لأن أنت ما بتقول له لو صليت مشكلتك هتتحل، مش مقتنع، أو مش مقتنع ببساطة شديدة خالص. إحنا عايزين نوصل هذه المعلومة إن أنت لو صليت الفجر والتزمت في العبادات وبتاع أي مشكلة عندك هتتحل، هو مش مقتنع. فعشان يقتنع لازم تحس بعظمة ربنا سبحانه وتعالى، ولازم تتدبر في الحاجات دي، الكون اللي ربنا خلقه ده. وزي ما كنا دايما بنقول نشكر الكافرين على الاكتشافات بتاعتهم اللي بتعظم يعني بتخلي الواحد يقدر ربنا، وما قدر الله حق قدره. ربنا يجعلنا ممن يقدرين قدرته سبحانه وتعالى.
علشان تقدر تشوف التكوين الكوني بشكل أوسع لازم تتدبر الكوانتم فيلد ثيوري. الكوانتم فيلد ثيوري بتقول إن الكون ده عبارة عن مجالات، حقول. الإلكترون ده علشان يبان هو ديستربنس في المجال الإلكتروني، يعني هو في عبارة عن مجال كده إلكتروني وفي عبارة عن مجال فوتوني. الفوتون اللي هو بقى ده تكوين الضوء، الضوء مكون من فوتونات، والمادة مكونة من ذرات وإلكترونات وكواركس. بس هي في حقيقة الأمر ما هياش مادة ملموسة، ده هو ديستربنس في المجال الإلكتروني، يعني عبارة عن، يعني الكون ده يعتبره كده زي ما يكون إيه، كورة، والكورة ديت عبارة عن جواها طاقة، طاقات، طاقة، مجال إلكتروني، مجال فوتوني، مجال حاجات تانية. وعشان يظهر الإلكترون لازم يحصل ديستربنس معين في المجال الإلكتروني ده، فتظهر بقى يعني يظهر كأنه إنسان، أو يظهر كأنه كنبة، أو يظهر كأنه بلانيت، كوكب، أو يظهر كأنه شمس. وعلشان تشوف ضوء معين لازم يظهر ديستربنس، يعني لو مفيش الديستربنس ده يبقى مش موجود، أو مش، أنت مش شايفه. فأنا ماسك الموبايل كده حاطه في مكان، المكان ده عبارة عن اللي فيه الموبايل هو ديستربنس للمجال الإلكتروني، خلى الموبايل ظاهر قدامي. لو نقلت الموبايل ده من المكان ده حطيته في مكان تاني، فأنا نقلت الديستربنس، حصل إن الديستربنس اللي في المكان اللي كان فيه الموبايل انتهى وبقى ديستربنس في المجال التاني. وعلشان تتخيل الموضوع يعني أكتر لازم تشوف جرافيكس للقصة، فدور على كوانتم فيلد ثيوري. انا هشغلكم فيديوهين صغيرين عن الهيجز بوزون بعد ما حاولت ان انا اشرحها لكم، بحيث ان انت تقدر تتخيلها، لان انت عايز تشوفها برضو كفيديو كده. وهو فيديو مبسطين، انا حاولت اختار ابسط الفيديوهات ومترجمين بقى، هي طبعا بالانجليزي بس انا هحط لكم ترجمة بالعربي، وانا يعني بستوسب ان احنا الناس كلها هنا ناس متعلمين، فالموضوع المفروض يبقى مش صعب علينا يعني. اشغلكم فيديوهين بسيطين، كل واحد فيه يعني واحد حوالي 3 دقائق وواحد حوالي 6 دقائق، علشان نقدر نفيجواليز الهيجز بوزون ديت. انا عايزك تتخيلها كده وفيجواليز الهيجز بوزون دي، اللي هو يعني سموها ذا جادز بارتيكل. واعتقد احنا كناس مسلمين لما نسمع ان حد من الغير مؤمنين بربنا وبوجوده وبقدرته سمى جزيء ذا جادز بارتيكل، اكيد لازم نعرف ايه الجادز بارتيكل ده، ايه ازاي يعني احنا ما نعرفهاش. فدي ثقافة عامة، وده يعني تقدير لقدرة ربنا في الوجود. دي حاجات احنا مأمورين، ده مش دلع، ده مش دلع، احنا مأمورين بالتدبر في الاشياء ديت وبنشر. يعني عرف الناس من حواليك ان في حاجة اسمها ذا جادز بارتيكل، انت لو مش مهتم بيها هتلاقي في ناس تانية تهتم بيها، وهتلاقي في واحد تاني يقول لك ايه الجادز بارتيكل ديت، انا عايز اعرفها. انت كنت تكون مش مهتم، بس على الاقل خالص اعرف ان في جزيء في الكون اسمه الجزيء الالهي، الجزيء الرباني، واللي سماه كده مش مسلمين يعني ولا حاجة. تعال نسمع مع بعض الفيديو، وبعد ما نسمع الفيديوهين هنقفل، علشان عندنا امتحان في جروب الجنرال سيرجري، فهنشوف بقى ايه ان هنعمل ايه في القصة دي. نسمع الفيديوهات وبعد كده هنقفل ان شاء الله، وتدبروا بقى، كل واحد يتدبر مع نفسه الجادز بارتيكل ديت، او لو انت مش هتدبرها ارجوك قولها لزميلك، يمكن هو تعجبه القصة، أو زميلك يحكيها لزميلك التاني. يعني انشروا الوعي يا جماعة، لأن احنا الكلام ده من 2012، وهو أصلا حتى النظرية من الستينات، والواحد يعني لسه عارف الكلام ده أول امبارح. ف ربنا يعني يساعدنا.
ان احنا ننشر الحاجات المفيدة، وانت خليك جزء من ده. فتعالوا نسمع الفيديوهات عشان ما نضيعش وقت. شير سكرين، انا كنت حاططهم انا بحط اللينكات على الجروب بتاع العلم والايمان. سكرين باين كده يا شباب. يا شباب ايوه باينه يوسف، الكترون. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، الفيديو الأولاني ده 3 دقايق جرافيكس بس كده عشان يبين لنا شكل الهيجز بوزون، فهشغله على اليوتيوب عشان نشغل الترجمة. محتاج خضار او فاكهة؟ اطلب من بريكفاست توصل لك في دقايق. بريكفاست سوبر ماركت في جيبك. Did you know you can generate an endless supply of power simply from the ground beneath you? The Higgs boson. You may have heard of it, but what is it? And what would the world be like if there were no Higgs boson? Well, then there'd be no world. Its particles wouldn't be able to stick together, and they'd just float around aimlessly forever. And where would that leave you? Nowhere. That's where you wouldn't exist. But let's step back for a minute. Or rather, let's step inward. All objects in the world consist of matter, and all matter is made up of atoms. Remember that atoms themselves are made up of protons, neutrons, and electrons. And those particles are made of even smaller subatomic particles, such as quarks. Scientists have created the standard model of particle physics to describe these subatomic particles and how they interact with each other. The standard model is able to be applied to many things, including electricity, magnetism, and radioactivity. But the standard model had a hole in it. Scientists were unable to fully explain how these subatomic particles gained mass. This is where the Higgs field comes in. It is a field of energy that exists throughout all of space, and it is composed of Higgs bosons, which are elementary particles. All subatomic particles pass through and interact with the Higgs field. Some of these particles, like photons, whiz through and barely interact with it, resulting in very small mass. Other particles, like quarks, drag through and interact with the field a lot, which results in a larger mass. With this, the Higgs boson is able to successfully fill in the hole in the standard model. Now, you might be wondering how in the world scientists were able to discover such a thing. In 1964, a group of scientists, including Peter Higgs, proposed the idea of a mechanism that would suggest the existence of the Higgs particle. This idea helped encourage the eventual design and creation of the world-famous Large Hadron Collider, or LHC. The LHC is an enormous ring-shaped machine located in Geneva, Switzerland. It sends beams of charged particles whirling around in opposite directions through the ring, constantly whacking them to make them fly faster and faster until finally, wham, they collide, leaving tracks of subatomic particles that scientists can study. Collisions expose many types of subatomic particles, and on rare occasions, a Higgs boson can be seen. This event finally occurred on July 4th, 2012, and researchers were finally able to put the elusive puzzle piece into place. So what are we supposed to do with this information? What can the Higgs boson do for us? And what kinds of things will it bring in the future? Some scientists speculate that this discovery will help them gain insight into dark matter, which they think accounts for 23% of the universe. Other scientists say that the discovery will allow us to produce new particles that could have practical uses. No matter what new discoveries this knowledge will bring us in the future, we know we can thank the Higgs field for allowing us to exist in this world. Thanks, Higgs boson. Colin Hansel. زي يعني انا طلعت السويسرا مش السويد، بس يعني ما اعتقدش ان دي معلومه هتفرق معانا كتير. زي ما لاحظنا كده، هو ال زي ما كنت بشرح لكم في الكوانتم فيلد ثيري، الكون ده عباره عن مجالات. في المجال اللي هو الالكتروني، فيلد الكتروني، وفي فيلد فوتوني، وفي فيلد الكهرومغناطيسي، وفي فيلد اللي هو بتاع الكهربي،
وعلشان الماس المادة تبان هو تفاعل الإلكترونات مع الهيجز بوزون عشان تبان ماس. وزي ما هو شرح كده قال لك الفوتون بيرلي إن هو بيتفاعل أو بيصطدم بالهيجز بوزون ديت، والفوتون ده اللي هو الضوء، عشان كده الضوء ليه سرعة بقى الخارقة بتاعته ديت، وما هواش إيه، ما هواش مادة، ما أنت ما تعرفش تمسكه، ما تعرفش يعني ما بينطبقش عليه قوانين المادة اللي هي بتنطبق على الحاجات المكونة من إلكترونات، وتفاعله مع الهيجز بوزون مختلف. وكنت مرة كتبت مقال عن تكوين الإنسان، أنت مكون من إيه؟ أنت مكون من مادة طينية، ودي مادة إلكترونات كلها، وحاجة تانية كده ما نعرفهاش اللي هي النفخة الروحية بقى دي، وكل الحاجات اللي في الحياة اللي بتؤدي إلى زيادة، أنت طبعا الحفاظ على المادة الطينية ده أنت مأمور بيه، أنت لازم تاكل ولازم تشرب ولازم يبقى تتحرك، انما لما بتزود في الموضوع فانت بتطغي بالماده الطينيه ديت على النور بتاعك. ما علينا، يعني هو المقال ايه، يعني كل قصته ان انت ازاي نزود جوه تكوينك التكوين الروحاني النوراني ده. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول الله نور السماوات والارض، وبعد كده ربنا نفخ فيك من روحه، ففي تكوين كده سري الهي ما نعرفوش. طيب نشوف الفيديو الأخير، وهو عبارة عن 6 دقايق بيحاول يشرح لنا الموضوع أكتر بتاع الهيجز بوزون دوت بشكل أوضح، وبعد كده هنكون خلصنا النهاردة وهنقفل علشان نستعد للمذاكرة، وإن شاء الله هنسجل، فكرني يا أحمد نسجل علشان خاطر ننزله على اليوتيوب للي حابب يسمع يعني. فنسمع الفيديو الأخير عن الجماعة بتوع الهيجز بوزون ديت بيحاولوا يشرحوها بطريقة كده إيه مبسطة للأطفال، يعني هي كل المشكلة في اللغة، فأرجو إن الناس تحاول تركز في هو طبعا الإنجليزي بسيط يعني، بس اللي عنده مشكلة ممكن يركز في الإيه الترجمة. فتعالوا يلا بينا نسمع. So two guys walk into a bar. Really? No, seriously. Two guys walk into a bar, an ice cream bar. Dave, a physicist working on the Large Hadron Collider at CERN, the European Laboratory for Particle Physics, and Steve, a blues singer. Dave, how's it going? Steve, good to see you. Two scoops of chocolate almond for me. Vanilla shake. Hey, I just saw something about the LHC on TV. You guys found bozo in your detector? Well, not exactly. We found a boson, probably the Higgs boson. What's that? That's a particle. Don't you find particles all the time? Yes, but this one means that the Higgs field might really exist. Field? What field? The Higgs field. It's named after Peter Higgs, although many others contributed to the idea. It isn't a field like where you grow corn, but a hypothetical, invisible kind of force field that pervades the whole universe. Okay. If it pervades the whole universe, how come I've never seen it? It's a bit strange. Well, actually, it's not that strange. Think of the air around us. We can't see it or smell it. Well, perhaps in some places we can. But we can detect its presence with sophisticated equipment, like our own bodies. So the fact that we can't see something just makes it a bit harder to determine whether it's really there or not. All right, go on. So we believe this Higgs field is all around us, everywhere in the universe. And what it does is rather special. It gives mass to elementary particles. What's an elementary particle? An elementary particle is what we call particles that have no structure. They can't be divided. They're the basic building blocks of the universe. I thought those were atoms. Well, atoms are actually made of smaller components, protons, neutrons, and electrons. While electrons are fundamental particles, neutrons and protons are not. They are made up of other fundamental particles called quarks.
sounds like Russian dolls. Does it ever end? Actually, we don't really know. But our current understanding is called the Standard Model. In it, there are two types of fundamental particles, the fermions that make up matter, and the bosons that carry forces. We often order these particles according to their properties, such as mass. We can measure the masses of the particles, but we never really knew where this mass came from or why they have the masses they do. So how does this Higgs field thing explain mass? Well, when a particle passes through the Higgs field, it interacts and gets mass. The more it interacts, the more mass it has. Okay, I kind of get that, but is it really that important? I mean, what if there were no Higgs field? If there were no Higgs field, the world wouldn't exist at all. There'd be no stars, no planets, no air, no anything. Not even that spoon or the ice cream you're eating. Well, that would be bad. Okay, but where does this Higgs boson fit into things? All right, now, you see the cherry in my shape? Can I have it? No, not yet. We have to use it as an analogy first. Ah, right, the cherry's the Higgs boson. No, not quite. The cherry is a particle moving through the Higgs field, the shape. The shape gives the cherry its mass. I get it. Okay, so the molecules of the shape are the Higgs bosons. Well, you're getting closer. It takes an excitation of the Higgs field to produce a Higgs boson. So, for example, if I were to add energy by, say, dropping this cherry in the shape... Are then the drops that spill on the bar are the Higgs bosons? Almost. The splash itself is the Higgs boson. Are you serious? Well, that's what quantum mechanics teaches us. In fact, all particles are excitations of fields. Okay, right. Well, I kind of see why you like particle physics. It's quite cool. Strange, but cool. Yeah, you could call it a bit strange. It's not like everyday life. The Higgs boson is an excitation of the Higgs field. By finding the Higgs boson, we know that the Higgs field exists. Right, so now you've found it. We know this Higgs field exists. You must be done. Is there anything left for particle physics? Actually, we've just begun. It's a bit like, you know, when Columbus thought he had found a new route to India. He'd indeed found something new, but not quite what he was expecting. So first we need to make sure that the boson we've found is actually the Higgs boson. It seems to fit, but we need to measure its properties to be sure. How'd you do that? Take a lot more data. This new boson lives for only a very short time before it breaks down or decays into lighter, more stable particles. By measuring these particles, we learn about the properties of the boson. And what exactly are you looking for? Well, the standard model predicts how often and in what ways the Higgs boson would decay to the various lighter particles. So we want to see if the particle we have found is the one predicted by the standard model, or if it fits into other possible theoretical models. And if it fits a different model? That would be even more exciting. In fact, that's how science advances. We replace old models with new ones if they better explain our observations. Right, so it seems like finding this Higgs boson gives a direction for exploration. A bit like that Columbus guy heading west. Exactly, and this is really just the beginning. احنا كده خلصنا. اتمنى يكون الكلام يعني خفيف على قلوبكم. طبعا الموضوع احنا مش علماء فيزياء، مش لازم يعني نعرف كل تفصيلة بالتفصيل. لو انت حابب تتفرج على الحاجات ديت ما تدققش قوي، انت بس عايز تاخد حاجة واحدة بس، القدرة الالهية، عظمة القدرة الالهية، علشان دي لما بتخش قلبك اي مشكلة بقى في حياتك قدامك بتحس انها قدام ربنا ولا شيء، هتقرب له هيحلها لك بمنتهى السهولة، لانه الاحتمالات معاه والمجالات كلها معاه والكون كله معاه. ولكن احنا وما قدر الله حق قدره. بس احنا كده يعني خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا هقفل التسجيل.
وممكن ناخد تعليق أو تعليقين منكم لو حد حابب.